السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. تفسير هذه الآية: وإذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه، فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم، فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي، لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدنيوية والدينية. هذا والله أعلم. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.